معك سيد عبد الكريم ضيفنا من القاهرة، يعني ساعات على انتهاء الهدنة في اليمن. الحوثيون صعدوا خطابهم الحربي في الأيام الماضية، هناك أنباء أيضا تدور حول توافق مبدئي على تمديد الهدنة اليمنية. ما مدى صحة هذه الأنباء أو مدى واقعيتها حتى؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدين الغد الكرام. أكيد التقرير شمل يعني معلومة نوعية تماما، دعني أعرج عليها قبل أن أجيب لهذا السؤال، وهي أنه إذا أصيبت سماء إيران بتلبد يكون كارثة على صنعاء. هذا الكلام حقيقي والتشخيص السياسي حقيقي تماما، لأن إيران الآن تتكئ كليا بأمنها القومي على الذراع الحوثي في المنطقة. يعني أصبح الذراع الحوثي لها أهم من حزب الله في لبنان وأهم من الحشد في سوريا، وبالتالي كل ما يدور في فيينا ينعكس مباشرة على صنعاء وتصعيداتها. هذا بشكل رئيسي، وهذا خط عريض تماما تحدث عنه التقرير، وهو حقيقي وملاحظ لدى بيوت السياسة العالمية. اثنين، إيران لن تترك اليمن حتى وإن تم الاتفاق النووي أو تم اتفاق شبه اتفاق يعني ما بين الحكومة والحوثيين، لأن إيران بحاجة إلى مزيدا من الوقت بعد الاتفاق النووي إلى تمدن أكثر، يعني إلى وقت أكثر لإعادة تصويب أو تصليح بيتها من الداخل، وبالتالي لن تترك الحوثي تماما. يعني سواء تم اتفاق فيينا أو تم الاتفاق في، وهذا شيء معلوم كليا. بالنسبة للهدنة، أنا لا أعتقد كمدير منظمة اليمن أولا ومتابع سياسي عن قرب أنها كانت هدنة، بقدر ما كانت خدعة للطرف الآخر. الحكومة التزمت بفتح مطار صنعاء كما ذكرت سيدتي، والتزمت بدخول الشاحنات النفطية والذي وصلت إلى 110 مليار، وكان مخصص هذا المبلغ لصرف رواتب، وللأسف هذا المبلغ ذهب إلى الجبهات. كان لم يكن هناك وقف إطلاق نار، كان هناك صواريخ وطائرات مسيرة تم قصف فيها تماما. طيب، قبل أن أنتقل لضيفنا في واشنطن في عجالة، هل نحن أمام، إن كنا نتحدث عن الهدنة السابقة أو الهدنة القادمة، هل نتحدث عن هدنة لمجرد الهدنة ووقف إطلاق النار، أم هدنة ربما ستفضي في نهاية المطاف إلى حل برأيك سيد عبد الكريم؟ أنا بحب خبرة تراكمية أنها هي هدنة لإعادة التموضع وإعادة التشكيل العسكري، وهذا واضح جدا من خلال ارتداء البزة العسكرية لدى الفريق الذي شارك في فتح معبر تعز في الأردن. ظهور الفريق الحوثي بالزي العسكري كانت رسالة واضحة، ولكن قلنا دعنا نذهب بأمل وتفاؤل بالضبط. اليوم الخارجية الأمريكية كما قلت أن انتهاء الهدنة خلال الساعات القادمة، وهم يطالبون بتمديد. هل تعلمين يا سيدتي أن الحوثيين تأخروا بتحديد أسماء المشاركين، وضعت يعني شهر ضاع بالكامل والحوثيين لم يتجاوبوا لأي شيء في الهدنة، أضاعوا تفاصيل. يعني نصف المدة ضاعت سدى، النصف الثاني استفادوا من فتح مطار والتزمت الحكومة عليها. في الربع الأخير من الشهر تم تسليم المبعوث أسماء الذي تحفظوا عليه لآخر لحظات، واختيارهم للأردن. فتح معابر تعز لا يحتاج عواصم دول عربية كثيرة بقدر ما يحتاج نية صادقة إذا كانت حقيقة. يعني